المنصة مع محمد العمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء بكل خير. أنتم الآن في المنصة، أنا محمد العمري ورح أكون معاكم من الأحد إلى الأربعاء من العاشرة وحتى الحادي عشر مساء للحديث عن أبرز أحداث كرة القدم المحلية والعالمية. راح ينضم إلينا نخبة من النقاد والمحللين المتميزين لتقديم يعني أفضل طرح لجمهور كرة القدم في المملكة العربية السعودية. وللاستماع إلى الموجة السعودية ألف ألف إف إم، إذا كنت في السيارة دير موجة المذياع إلى الموجة السعودية ألف ألف إف إم، وإذا كنت في النادي أو في البيت أو في أي مكان بكل بساطة حمل تطبيق الإذاعة على الأبل ستور وعلى الجوجل بلاي وتقدر تستمع للإذاعة وجميع برامجها بما فيها المنصة في كل زمان ومكان. وللمشاركة معنا اليوم وكل يوم بإمكانكم الاتصال على 011-217-8585 و 012-616-1120 أو ارسل لنا رسالة باسمك ورقم جوالك على STC 85140-0701-313 موبايلي 66-301. كمان تقدر تكتب سؤالك في هاشتاج الحلقة وإن شاء الله راح نجاوب على السؤال أو الاستفسار. وأرحب بضيفي اليوم الإعلامي والكاتب بسام الحياني. أخوي بسام مساك الله بالخير وحياك الله معنا مرة أخرى في المنصة. حياك الله أخوي محمد، أمسي عليك بالخير وعلى أخو المستمعين والمستمعات وعلى ضيوفك الكرام، وإن شاء الله أبو أخوي محمد أنه نقدم حلقة لك بالمجتمع الكريم بإذن الله. بس أما يعني الحديث الأيام هذه انتهت التعاقدات أو الميركاتو الصيفي، يعني لاحظنا طروحات كثيرة عن قيم الصفقات اللي قامت بها الأندية إجمالا، يعني على سبيل المثال نتكلم على النصر في المركز الأول، ثم بعد كذا الأهلي في الهلال في الاتفاق في الشباب، يعني مبالغ ما شاء الله تبارك الله مليونية ومبالغ يعني كبيرة، يعني نتأمل في النهاية أنه هذه المبالغ تنعكس على الأداء الفني للفرق هذه وللدوري بشكل عام. يعني لو قسمنا الأندية بشكل عام إلى ثلاثة أقسام، خلينا نتكلم على الأندية التنافسية والجماهيرية، أنه يعني صار في حساسية لأيام هذه من كلمة الأندية الكبيرة، خلينا نتكلم على الأندية التنافسية والجماهيرية، ثم بعد ذلك نتكلم عن أندية الوسط وعن الصاعدون. خلينا نبدأ مع تعاقدات الأندية التنافسية والجماهيرية بشكل عام. بالنسبة للتعاقدات أخوي محمد اللي حصلت في هذا الموسم، أنا أعتقد أنها تعاقدات موفقة، قد تكون يعني الأندية استفادت من درس الموسم الماضي. في الموسم الماضي كان العدد مفتوح إلى 8 لاعبين، أيضا هذا الموسم 7 لاعبين، ولكن كانت الأندية يعني بكل صراحة أمام خيارات كثيرة، وأصبحت تستقطب اللاعب الذي تحتاجه في الخانة وأيضا اللاعب الذي لا تحتاجه. حتى شاهدنا بعض الأندية تضع بعض المحترفين على دكة البدلاء. في هذا الموسم أعتقد أنها استفادت من هذا الدرس. كثير من الأندية توفقت، يعني أنا أتكلم عشان نكون منطقيين ولا نبدي أحكام متسرعة، نقول بناء على مستويات اللاعبين اللي تم استقطابهم. إحنا للآن ما نقدر نحكم عليهم فنيا، لكن بناء على ما على يعني مستويات السابقه انا اعتقد انه توفقت بشكل كبير، خصوصا في الانديه اللي ذكرت انت اخوي محمد. صحيح. انديه المقدمه، رغم انه بعض الانديه في المقدمه ما استقطبت ولا لاعب، كمثال النصر وايضا التعاون في هذا الموسم، اللي هم الناديين الوحيدين اللي استقروا على 7 محترفين
من أصل 8 في الموسم الماضي استغنى عن محترف واحد فقط. هذه حالة نادرة بسام، يعني إن إحنا نلاحظها في دورينا، ما تحصل كثير إنه في ثبات على اللاعبين والجهاز الفني بشكل عام. يعني لذلك أنا أتمنى إنه مثل هذه الأمور النادرة إنها تعمم وتصير ظاهرة موجودة في الكرة السعودية. بكل صراحة اللي حصل من نادي النصر ونادي التعاون في عملية استقطاب اللاعبين اللي يقدمون الإضافة للفريق واللي يسدون احتياج الفريق، قدروا من خلال هذه العملية اللي هي عملية المدروسة اللي سددت احتياجات الفريق واللي في نفس الوقت قدمت الإضافة، في نفس الوقت هذه العناصر قدمت لهم مهر بطولة، هم دفعوا مهر بطولتين بكل صراحة. تكلم عن بطل كأس الملك التعاون وبطل الدوري العام الماضي اللي هو نادي النصر. لذلك هم بناء على عملهم الصحيح في الميركاتو الصيفي العام الماضي، تحدث عن الآن ثلاثة فترات انتقال مرت من الفترة الأولى العام الماضي، كان في ثبات على الأسماء، ما في تغيير، هذا دلالة على أنه اختياراتهم كانت صحيحة. نتمنى أنه الأندية كلها يعني يكون عندها مثل هذا التقنين في الاختيار. أي نعم الهلال في الموسم الماضي الآن تقريبا تكلم عن إدواردو، كاريو، جوفينكو، وغوميز، وعمر خربين، يعني ما يقارب 80% من أصل اللاعبين المحترفين عنده ثبتوا عنده، ولكن ظل في تغيير. أخوي محمد الفترة الشتوية كان في تغيير عندهم أكثر من لاعب، لكن عموما كان الميركاتو هذا الصيفي أنا أعتقد أبرز عنوان واضح لي أنه كان في استفادة من درس العام الماضي. طيب بالنسبة لأندية الوسط، هل نقدر نطبق نفس القاعدة على الأندية الكبيرة؟ أعتقد الاحتياجات اختلفت. صحيح أخوي محمد، يعني أنت تتحدث عن نادي يعني من احترام وتقدير كل الأندية، لكن نتكلم مثلا نأخذ مثال النادي الأهلي. النادي الأهلي في ظني وفي اعتقادي أنه من أفضل الأندية اللي يملك لاعبين محليين مع الهلال تحديدا. الناديين هذولي احتياجاتهم للاعبين الأجانب ليست بالاحتياجات الأندية الأخرى اللي عندها ضعف في اللاعب المحلي وتحتاج تسديده بلاعب أجنبي، فيكون هنا في فرق في الاستقطاب. يمكن الآن لو بقسم أنا إلى أربع أندية أخذهم، فأقول مثلا في المجموعة هذه يمكن أفضلهم نادي الاتفاق من حيث الأسماء، أتحدث جودة الأسماء. أي حقيقة أنت لما تتكلم عن الأسماء اللي طبعا الاتفاق جيدة وقادرة على أنها يعني تحقق شيء وإضافة للفريق. صحيح الاتفاق الشباب عملوا من الموسم الماضي أخوي محمد، مو ميركاتو هذا اشتغلوا من الموسم الماضي. في نهاية الموسم تعاقد الشباب مع سفريلا، انتقل من الفيحة إلى الشباب، عبد الله الشامخ من الرائد إلى الشباب، في الاتفاق انتقل لاعب الفيصلي الاسم ما يحضرني للأسف، المحترف البرازيلي روجيريو. فهذه الانتدابات كانت من فترة مبكرة. هذا العمل احنا قاعدين نشوف انه الان الاندية بدأت تشتغل على تسديد الاحتياجات هذه الفترة، يعني تعتبر في الاندية في الوسط اعتقد ان الشباب والاتفاق توفقوا الى حد ما في عملية اختيار اللاعبين الاجانب. بسام اللاعب المحلي، يعني زي ما تقول، يعني انا ما ادري، حاسس انه اللاعبين المحليين الان يعني ضاعوا في وسط الدوامة. أنا تجد كثير لاعبين يتنقلون من فريق لفريق، إما بالإعارة أو تعاقد، تلاقي اللاعب مثلا كل موسم يتم التعاقد معه من فريق ثاني. ما أدري هل هي المشكلة، أو بمعنى صح هل نقدر نربط عدم ثبات الأجهزة الفنية مع كثرة تنقل اللاعبين؟ أنا أختلف معك في موضوع ربطها بالجهاز الفني. أنا أعتقد أنه هذه تعود لجودة اللاعب المحلي بكل صراحة. يعني أنا أستطيع أني أضرب لك مثال حتى تتضح الصورة. لاعب مثل سلمان الفرج، لاعب مثل سالم الدوسري، لاعب مثل نتكلم عن لاعب الأهلي مقهوي المؤشر، اللاعبين عندهم جودة. يحيى الشهري، يحيى الشهري يتكلم في نادي النصر. هذه الأسماء من الصعب أنها تنتقل
في كل موسم إلى نادي آخر، لأنها فرضت نفسها بالجودة اللي أعطتها، القيمة الفنية اللي أعطتها للفريق. وبالتالي اللي قاعدين نشوفه من انتقالات، ترى أكون معك بكل صراحة أتحدث، أنا أقول إنه هذه انتقالات لتقوية دكة البدلاء فقط لا أكثر. وهذه طيب، هذا الانتقال هذا عامل سلبي يعني بالنسبة للاعب السعودي، يعني بيؤثر عليه بشكل كبير. يعني أنا ليش ربطتها بالجهاز الفني بسام؟ لأنه يعني بتلاحظ أنت في العالم كله عندما يتعاقد النادي مع الجهاز الفني، يأتي مدير الكرة هو، أو يعني المدير الفني هو الذي يحدد احتياجاته من اللاعبين. إحنا أغلب الفرق وأغلب تعاقدات، خلينا نتكلم 80% من التعاقدات حصلت قبل حضور المدير الفني، وأغلب الفرق أو 90% 99% من الفرق غيرت مدربينها الموسم الماضي عن الموسم هذا عن الموسم الماضي. احنا للاسف اصبح مو عندنا خلل في مشكله الجهاز الفني، ايضا عندنا خلل في الجهاز الاداري. يعني انت لو لاحظت، لو اخذت كذا نظره سريعه على الانديه العام الماضي، كانت في هناك ادارات مكلفه، وبالتالي حضروا معهم مدربين، غادروا المدربين وغادرت هذه الادارات المكلفه بحضور ادارات جديده، وبالتالي مدراء فرق يعني اخرين. الموضوع الآن، أنا لو أتعامل مع النادي كنادي محترف، أبدا هذا ما رح يأثر في النادي. ليش أخوي محمد؟ لأنه كل مدرب لما يجي الفريق في نهاية كل موسم، هذا من ألف باء تدريب، يعد تقرير كامل عن الموسم، صحيح، عن مواطن الضعف ومواطن القوة في الفريق واحتياجات الفريق الموسم الماضي. وهذا التقرير يسلم للمدير، المدير الفني الجديد، المدرب الجديد، للإدارة، والإدارة بدورها إذا رأت أن المدرب هذا استمر واستمرت التعديلات معه، أو يحضر المدرب الجديد ومعه التقرير الفني السابق وعلى ضوءه يمشي. يا أخو محمد، هذا إذا كان في تعامل احترافي، وهذا اللي أنا أعتقد أنه ماشي عليه تقريبا 80-70% من الأندية السعودية، أتحدث عن دور المحترفين. طيب بسام، اسمح لي خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل من مكان ما وقفنا. طيب انتظرونا مستمعين الأعزاء بعد الفاصل. ورجعنا لكم مستمعين الأعزاء في المنصة 0112-217-8585 و 012-616-1-012 أو أرسل لنا رسالة باسمك ورقم جوالك على STC 851-040 زين 701-313 موبايلي 66-301. طبعا اليوم كان المفترض يكون معنا القانوني الأستاذ أحمد الأمير، لكن لظروف خاصة وطارئة اعتذر منه، وإن شاء الله وعدنا بتواجد معنا في المنصة إن شاء الله في يوم آخر. ولكن لازال معنا الإعلامي بسام الحياني. بسام، حياك الله مرة ثانية في المنصة. حياك الله أخوي محمد. أهلا بسام. الصفقات يعني إجمالا، هل هي صفقات في إطار حاجة النادي الفنية فعلا، أم أنها مجرد تعبئة خانة لأنه هناك دعم كبير من الدولة بخصوص عملية الصفقات إجمالا، يعني بالنسبة لما تراه في الأندية؟ في المجمل أخوي محمد، أنا ما أعتقد أنها يعني صفقات لمجرد إكمال الخانات أو لأنه موجود عندي دعم مالي عالي. لأنه الأندية الآن مرت فترة انتخابات، و مثل ما تعرف أخوي محمد أنه كل أعضاء مجلس الإدارة وقعوا على ورقة المسؤولية التضامنية عن قراراتهم، صحيح. وبالتالي القرارات أصبحت أكثر دقة وأكثر يعني حكمة في أنك أنت ما تصرف أي مبلغ بشكل عشوائي وما تتجاوز ميزانية معينة، حتى لا تحمل أعباء النادي ولا تحمل الأعباء للنادي والهيئة الرياضة. وبالتالي انا اعتقد انه يعني مثل ما ذكرنا في البدايه، انه الانديه اعتقد بنسبه، يعني انا ان شاء الله اني انا متفائل اقول انه بنسبه 80% استفادت من درس الموسم الماضي. الانديه اصبحت عندها يعني مناعه في عمليه اختيار اللاعب الجيد، وان شاء الله انه هذا التفاعل اللي عندي
أجد واقع ملموس من خلال فترة الانتقالات الشتوية ما يكون في عملية استبدال لاعبين. تتوقع أنه لا زال هناك تأثير لعملية السمسرة؟ لا زالت موجودة؟ هذا داء للأسف، داء موجود في كل صفقة، في كل نادي، في كل مسابقة، في كل دولة للأسف. يعني متى ما كان هناك صفقة انتقال لابد يكون في سمسرة، يعني هذه الضريبة التي لابد أن يدفعها القائمون على الأندية. طبعا احنا لازم بس نوضح انه في فرق ما بين السمسرة والعمولة. يعني لما رايولا في 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 صفقة يحصل على 20 مليون ولا 15 مليون هذه بتكون يعني واضحة وصريحة وهذه مفاوضات، لكن طبعا اللي بيحصل في 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 منطقتنا يمكن مختلف. صحيح، للأسف احنا يمكن ان كان نتذكر مشكلة اللاعب جيانيني في الموسم الماضي اخوي محمد، كان في اكثر من وسيط، أكثر من وسيط واختلاف وسطاء حول المبالغ، وهذه للأسف تعرقل صفقات كثيرة ممكن كانت تتم في فترات سابقة أو في هذا الموسم. كثير من الأندية أحجمت عن التعاقد مع بعض اللاعبين بسبب مغالات أو طلبات بعض الوسطاء الموجودين في الصفقة، وهذه من الاشكاليات اللي لابد انه سواء فيفا او الاتحادات المحليه او الاتحادات القاريه تضع لها حد، يعني باي طريقه من الطرق، يعني لابد انه يكون فيه ضبط لهذا الموضوع، لانه بصراحه يكون فيه هدر مالي كبير على الانديه وبتضرر ترى بشكل غير مباشر اللاعب. صحيح، يعني لانه انا لما بتفاوض مع النادي ويكون عندي أكثر من وسيط، كل وسيط حفة، وهذا كله محسوب من إجمالي مبلغ الصفقة، فاللاعب ممكن أنا لما أخذ الموافقات دي كلها أجي عند اللاعب وأقلل من راتبه. أنت تعرف بسام، أنا يعني تحدثت مع أحد الوسطاء وكلاء اللاعبين وذكر لي أنه الصفقة بيدخل فيها يعني يمكن لا يقل عن 6-7 أشخاص، يمكن يعني أغلبهم ليس لهم علاقة بالناحية المهنية في إدارة أعمال اللاعب نهائيا. يعني تلاقي واحد مثلا قريب للاعب دخل في سلسلة الوسطاء ويأخذ نسبته، وهذا شيء يعني صعب. رغم أنه يعني على كلام وكيل اللاعبين يقول لي أنه ترى سهل جدا أنه أنت تتواصل مع اللاعب مباشرة، وهناك كثير من اللاعبين يريدون من يتواصل معهم مباشرة، لأنه هناك لاعبين يريدون يعني التخلص حتى من وكلاء من وكلائهم أو تبديلهم، ولكن هل ربما الأندية لا تبذل المزيد من الجهد لتغيير طريقة التفاوض؟ وللأسف ترى أخوي محمد يمكن اللي شارك في هذا الموضوع ترى أو يساهم فيه بعض اللاعبين للأسف، لأنه أصبح الوسيط ممر لاجتزاء بعض الأموال. يعني ممكن يدخل وسيط بين لاعب وبين نادي يفاوضه بغرض أنه يأخذ جزء من المبلغ ويتقاسمه مع اللاعب، يعني أساساً اللاعب ما كان يفكر أنه الوسيط يأخذ المبلغ ده، فأخذ جزء من المبلغ وتقاسمه مع اللاعب. هذه تحكمها أيضاً عقلية اللاعب واحترافيته. طيب ليش ما نشوف أندية تتعاقد مع أقل من 7 لعيبة؟ ليش ما أشوف نادي يتعاقد مع 3 لعيبة فقط؟ أنا أعتقد أنه صعب. يعني ليش ما نعوض بلاعبين محليين مثلا؟ خلينا نتكلم بالأرقام ومن الناحية الفنية كذلك. طيب. يعني الآن أنا دخلت في دوري محترفين، عندي 15 نادي معايا في المسابقة يدخلون بسبع لاعبين أجانب في الفريق في الملعب. أنا كنادي سين لو فرضنا قلنا مثلا نادي الاتحاد الهلال أيا كان النادي دخل بثلاث لاعبين محترفين أجانب، ما يقلل من قيمة النادي، لكن بكل صراحة رح يعاني النادي لأنه القيمة الفنية للأندية ارتفعت، أتحدث من ناحية فنية. الفوارق اللي كانت موجودة مثلا لو قلت أنا مثلا نادي الهلال أتعاقد مع ثلاثة لاعبين فقط من أصل 7، بينما الأندية الأخرى 4 لاعبين إضافيين على الثلاثة، تتحدث عن 80% من قوة الفريق في الملعب مرتفعة عن الهلال كمثال.
وبالتالي حتى وإن كان اللاعب المحلي جيد حيكون فيه فوارق فنية ضئيلة، وبالتالي المنافسة حتكون صعبة على طيب إذا 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 يعني في المستقبل يعني شوف عدد الأجانب قلص من الموسم الماضي للموسم هذا، وفي احتمال أنه يقلص في الموسم القادم أو اللي بعده، فيعني عاجلا أو آجلا ستضطر الأندية على البحث عن اللاعبين المحليين الجيدين اللي قادرين على ملء الخانة. ممتاز. إذا وصلنا لهذه المرحلة أنت في النهاية حتوصل لمرحلة التكافؤ أو التساوي في الفرص. إذا كنت أنا الآن متاح أمامي أني أتعاقد مع 7 لاعبين ومتاح أيضا لي دعم مالي، فما المانع أني أنا أتعاقد وأجود من الفريق فنيا؟ لا تنسى أخوي محمد أنه أنا كإدارة ما أعمل بمعزل عن الجمهور ولا عن الإعلام ولا عن المنافسة داخل الملعب، هذه كلها أمور تؤثر على الإدارة. حتى وإن كانت الإدارة تتجه إلى التخطيط للمستقبل انه انا اليوم انا بعمل على اللاعبين السعوديين وابغى اشتغل عليهم وابغى اقوي منهم، لكن في النهايه انا عندي منافسه وعندي صعود وهبوط وعندي تاريخ وعندي ارث وعندي جمهور، كل هذه الامور تؤثر على قرارات الاداره. بالتالي انا اذا كان الامر متاح لي صدقني ما راح اقرر قرار مثل هذا القرار، لانه مثل هذا القرار يعني كل تبعات سلبيه على الفريق، وما في اداره تتمنى انها تخش في الجانب السلبي وتتخذ قرارات يعني غير محمودة العواقب. هل لازالت إدارات الأندية عندنا يعني زي ما تقول يؤثر فيها الضغط الجماهيري؟ يعني احنا بنلاحظ مثلا في أوروبا، أنا دائما أضرب مثال في أوروبا لأنه يعني المتابع للدوريات الأوروبية كل الأمثلة اللي تخطر على بالك أو تراها تحصل في 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 دورين المحلي تجدها تحصل في أندية أوروبا، ولكن التعاطي معها مختلف. يعني تجد أنه مثلا هناك ضغط على مدرب معين، يعني تجاه مدرب معين، ولكن تجد الإدارة تستمر ويعني على قولهم ما تخضع لطلبات الجمهور، لأنه هي عندها مسؤولية تجاه المدرب أنها تعطي له مساحة كبيرة أنه يعمل فيها. صحيح. هذا موجود، وانت مثل ما ذكرت عندي كثيرة في أوروبا. على سبيل المثال أرسنال غائب عن البطولات فترة من الفترات، 11 سنة أو 15 سنة أنا ماني متأكد من الفترة، أرسن فينجر كان يدرب الفريق وما كان في أي إنجاز يعني يذكر إلا يعني في مناسبة ومناسبتين. والله لو ربع الضغط اللي تعرض له فينجر مع الأرسنال كان يمكن غيرت أنديتنا 5 مدربين. صحيح. فالإدارات تتأثر طبيعي، حتى في أوروبا أخوي محمد أيضا الإدارات تتأثر. يعني أنا لو قررت مثلا إدارة برشلونة التخلي عن ميسي، هل هذا قرار يكون سهل على الإدارة؟ لا، والغير منطقي حتى. وغير منطقي وصعب إنك تفرط في لاعب مثل ميسي. ليه؟ لأنه في ضغوط إعلامية، ضغوط جماهيرية. يعني حتى أنا أعتقد إنه ممكن تتدخل رابطة الدوري الإسباني إنه تبقى اللاعب، لأنه هذا قيمة. قيمة للإضافة لقيمة الليغا يعني بشكل عام الدوري الأسباني. صحيح. في ناس كثير يقول لك أنا أتابع الدوري الأسباني علشان لاعب معين. صح. فهذه أمور لابد أن تتأثر فيها الإدارة. أي إدارة تبحث عن قرار رشيد لابد أنها تعمل كل احتياطاتها وتعمل وفق الظروف المحيطة فيها. أنا لا يمكن أن نعمل بمعزل عن الجمهور وعن الإعلام وعن الضغوطات اللي موجودة. القرار الرشيد هو يكون ياخذ الجانب الامن في كل الضغوطات هذه اللي يمر فيها، وفي نفس الوقت يحقق اهدافه البعيده. انا اعتقد انه اداراتنا بكل صراحه ما تلام، ولكن في نفس الوقت هي مطالبه انها تخطط لاربع سنوات اللي هي فتره اللي تتواجدها في النادي. بالتالي انا اشوف انه الامر يعني انا اشوفه طبيعي بالنسبه لنا في اداراتنا الرياضيه، وهو مشابه لادارات ايضا في اوروبا. طيب بس اسمح لي نطلع فاصل، ومستمعينا الاعزاء خلوكم على السمع، نرجع مره ثانيه بعد الفاصل للمنصه.
0112-1-85-85-012-61-11-0 هذه أرقام الاتصال للمشاركة معنا في المنصة، أو أرسل لنا رسالة باسمك ورقم جوالك على STC 851-040-07-01-313 موبايلي 66-301. وأجدد الترحيب بالإعلامية بسام الحياني. بسام، تحية ثالثة لك اليوم. يا هلا ومرحبا أخوي حياك. بسام، ما هي معايير في رأيك، ما هي معايير قياس قوة أي دوري أو قياس قوة الدوري؟ والله أنا أعتقد أنه قوة الدوري توقف على معايير كثيرة ترى. يعني أنا يمكن سمعت في الفترة الأخيرة اللي كانوا يتكلمون فقط عن مستوى فني وعن حجم صفقات، يمكن تناقلت الرسائل الإعلامية وقال أنه الدوري السعودي ثاني أقوى دوري في آسيا، وهذا مو صحيح. كأعلى قيمة سوقية أتفق، لكن كأقوى لا. القوة ما تحكم على مستوى فني وحجم الصفقات فقط. يا سلام. يعني المستوى الفني وحجم الصفقات بدون حضور جماهيري ما يعتبر دوري قوي، بدون نقل تلفزيوني وحجم مشاهدات ما يعتبر دوري قوي، بدون رعاة ودعايات ما يعتبر كذلك. البنية التحتية، إيش فائدة تكون أنا عندي صفقات كبيرة ومستوى فني عالي ولكن الملاعب سيئة، الخدمات المحيطة بالملاعب سيئة. أيضا نقطة مهمة، الجوانب الإدارية اللي تكون في الأندية اللي تعمل فيها، التنظيم الإداري هذا ينعكس على الدوري وعلى قوته. أيضا جوانب قانونية، كيف الاتحاد اللعبة وتطبيقه للقوانين، هل فيها مخالفات، هل فيها تجاوزات، هل هو ملتزم مستوى التزامه، هذا أمر مهم في أن يكون دوري قوي. وأيضا جانب آخر أعتقد أنه مستوى التحكيم كذلك عنصر من عناصر قوة أي دوري. أنا أعتقد أجملتها تقريبا يمكن في 9 نقاط، أو أعتقد أنها تشمل أمور أخرى، ولكن هذه أبرز الأمور اللي أنا ذكرتها على السريع أخوي محمد. اللي تصنف لك الدوري هذا أو تخليك تقيم ونقول هذا الدوري قوي، يعني كان في عدالة ونزاهة، كان في جوانب قانونية إدارية، نقل تلفزيوني، صفقات عالية، مستوى فني عالي، منافسة، رعاة، دعاية موجودة، هذه كلها تساهم في أنه أنا أقدر أحكم على هذا الدوري أنه دوري قوي أو لا. هذه هي المشكلة، إحنا يعني اختزلنا العوامل. انت صحيح زي ما تفضلت هناك عوامل كثيرة، لكن احنا في الفترة الماضية اختزلنا تحديد قوة الدوري، اما يعني انه بالمستوى المالي، يعني بحجم الصفقات، ويعني ما نظرنا يمكن للمستوى الفني. يعني انا اذكر في حلقة الموسم الماضي تحدثنا مع الدكتور سلطان بديري وتحدثنا بالتفصيل عن احصائيات، يعني هذه كان صعب ايضا الحصول عليها، انه ما في فروقات كبيره في عدد الاهداف المسجله، ما في تنافسيه في عدد الفرق اللي تتنافس على الصداره. يعني لاحظنا هناك تشابه كبير في هذه المعايير. صحيح، الامر ذكرته قبل قليل انت اخوي محمد، انه المنافسه، حجم المنافسه، رقعه المنافسه قديش. يعني ممكن يكون انا عندي دوري ما في الا بطل وحيد كل سنه يتكرر، شبه بالدوري الألماني، نقول بايرن ميونخ دائما هو المسيطر إلا مع يعني قليل من المنافسة من دورتموند. لو نأخذ مثال مثلا، كان في فترة من فترات الماضية وممكن إلا فترة قريبة، الأهلي المصري في الدوري المصري كان مكتسح سنوات متكررة. هذا الأمر ترى بقدر ما هو يعني يكون مسعد أو مفرح لجماهير النادي، إلا أنه مقلق لصناع الكرة في أي بلد. أي بلد تحتاج، يقول أنا أحتاج منافسة أكبر، أحتاج هذه المنافسة أكثر من بطل البطولة تدور على أكثر من نادي. هذا مو مداورة ولا هي يعني محافظة البطولة، ولكن أي صانع لعبة أو مشرف على لعبة يتمنى أن يكون عنده أكثر من بطل، هذا ينعكس على مستوى الدوري حقه وعلى قوته. صحيح، وحتى لما توصل أنت للمرحلة الأخيرة، يعني عندما يحسم الدوري فريق قبل النهاية بثلاثة جولات،
يعني هذا أوكي شيء جميل زي ما أنت تفضلت لجماهير النادي وللنادي، ولكنه للمنظومة الكروية خلاص يحدث لك ملل للشهر المتبقي تقريبا، ويعني يمكن يأخذ شوية من قوة الدوري، من المتابعة الجماهيرية ومن الحضور الجماهيري أيضا في النقل التلفزيوني، الاهتمام هذا كله راح يخف، لأنه أنا كده أتحدد عندي البطل من هو. لذلك كل من يجلس على كرسي الاتحاد السعودي أو هيئة الرياضة، ويمكن لاحظنا الموسم الماضي مع المستشار تركي آل الشيخ ذكر قال أنا أتمنى إنه ما ينعرف البطل إلا في آخر جولة، وهذا حقيقة للي يحب المتعة. يعني لو بتكلم بلسان المشجع، لا أنا أتمنى إنه فريقي يكون مثلا يحقق البطولة قبل 3 أسابيع، هذا من أجمل الأمور تكون عندي، لكن كقائم على اللعبة وكمشرف عليها ومسؤول عنها، أنا لا، أنا أحتاج إنه البطولة هذه ما تحسم إلا في آخر جولة، مثل ما حصل في الموسم الماضي والموسم اللي قبل. الإحصائيات بسام، يعني إحنا في ناس كثير تهتم بالاستاتيستكس أو بالإحصائيات في عالم كرة القدم، ويعني في مواقع كثيرة مثلا تدخل عليها تجد جميع الإحصائيات اللي تريد العثور عليها لأي نادي من الأندية الدوري الإنجليزي الأسباني ولا الدوريات الأخرى الكبيرة، تحليل لأساليب اللعب. يعني عندنا إلى الآن ما في، رغم أنه في ما شاء الله تبارك الله عندنا كثير من المحللين والشباب في السوشيال ميديا متميزين في هذا الأمر. صحيح، للأسف هذه يعني من الجوانب السلبية اللي تمنيت أنه في هذا الموسم أن نتفاداها ونوفر إحصائيات عن عدد الدقائق اللعب وعن المسافات المقطوعة. يعني للأسف من الأشياء المضحكة، الموسم الماضي كان عندنا إشكالية في معرفة عدد البطاقات الملونة للاعبين، لذلك تجد بعد كل قبل كل لقاء اللاعب الفلاني من الفريق في جدل إنه هذا اللاعب عليه المفروض يلعب المفروض ما يلعب. هذا للأسف اللي كان حاصل، مع إنه المفترض إنه هذا دور الاتحاد السعودي، بمجرد ما يتسلم التقرير من مراقب المباراة ويكون فيه مراجعة للمباراة مرة أخرى، التأكد من الإنذارات أنها سجلت بشكل صحيح، على طول يطلع عندنا في موقع في الإحصائية هذه، حتى أنا أعرف كرئيس نادي أو كمدرب للفريق أعرف أنه اللاعب هذا ما أقدر أشركه في المباراة القادمة، لا أكون أنا تحت ضغط، أنا ماني عارف اللاعب هذا مشاركته قانونية وغير قانونية. هذا للأسف من المشاكل اللي عانينا منها في الموسم الماضي، فضلا عن يعني حديثك الآن عن إحصائيات وأرقام، لابد إنها تتوفر. ليش أنا أقول الكلام هذا إنه لابد تتوفر أخوي محمد؟ لأنه اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن محتاجين إنه ننتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، نتحدث عن خصخصة، نتحدث عن استثمار. لا يمكن إنه يجيك واحد يرعى دوري، في النهاية الدعم الحكومي لابد إنه له مرحلة ويوقف. يعني الدوري الاستثنائي العام الماضي وهذا الموسم، والأمير محمد بن سلمان ما قصر، والدولة الله يحفظها ما قصرت في الدعم، ولكن في النهاية لابد إنه اللعبة هذه تقوم على قدمين ثابتتين. يعني تحدث عن أنا إيش ينقصني عن المسابقات الأخرى؟ اللي ينقصني الداتا، صحيح، المعلومات. نحتاج إنه إحنا نعزز موقفنا باستغلال المعلومات أو الإحصائيات أو الداتا الإيجابية. يعني حتى بأمانة أنا أشوف إنه هذه حتساعد أيضا على يعني تطوير حتى مستوى الإعلاميين. يعني في بعض الإعلاميين ما شاء الله يجيد قراءة الأرقام ويحولها إلى محاور للنقاش، والأرقام دائما يعني عندما تقرأ بطريقة صحيحة على قولهم تفتح لك مواضيع وتفتح لك يعني حوارات كبيرة. فلذلك يعني نتمنى أنه نلاقي المعلومات والإحصائيات بشكل عام، وفي مواقع كثيرة موجودة في العالم بشكل كبير نقدر نستفيد من خبراتها. صحيح، أنا أعتقد أنها هي من أهم الأمور، مثل ما ذكرت أنت، لغة الأرقام هي لغة العصر، اللغة الحالية اللي يتعامل معها أي مستثمر، أي شخص يبغى يستثمر في أي قطاع يقول لك أعطيني الأرقام، أنت إيش حققت؟ أنا كمنتج الدوري السعودي أنا ما أقدر أقدمه خام كذا بهذا الشكل بدون تفاصيل،
بدون أرقام بدون داتا ومعلومات كثيرة. لازم أنا أقنع المستثمر أنه أنا عندي أرقام، عندي عدد مشاهدات، عندي المنافسة استمرت إلى آخر جولة، عندي حضور جماهيري، عندي أمور كثيرة. تعرف إيش المحور اللي أنا نفسي يعني أنا لو ألاقي إحصائيات اليوم راح أقعد أدرسها طول الليل عشان أخرج بـ 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 بأمور عنها. إحصائيات عن VAR نظام الفيديو. أنا قرأت إحصائيات للدوري الإيطالي والدوري الألماني وكيف يعني كيف تحسن استخدام VAR ومن سنة لسنة، وكيف أخذ يعني تطور الدوري بأنه والله التوقف بعد ما كان مثلا أصبح دقيقتين أو دقيقة ونص أصبح الآن والله أخذ لفترة أقل من دقيقة. إلى الآن هذا ثاني موسم يمكن يطبق فيه VAR لا توجد إحصائيات. والله هذه من الأشكاليات حقيقة. أنت فتحت يعني ملف يعتبر ملف ساخن على الأقل في الجولتين الأولى، ويعني بخلاف العام الماضي. يعني العام الماضي احنا شاهدنا يعني جدل كبير على تقنية الفار. هذا الموسم يعني ما أدري إيش أقول يعني من حسن الحظ أو للأسف. من حسن الحظ إن إحنا جددنا العقد، وأنا أشوف إن التقنية جدا جميلة وتساهم في تقليص أخطاء الحكام، هذا رقم اثنين. الرقم ثلاثة إنه الآن اليوم إحنا لما قدمنا أو وقعنا العقد مع الشركة أضفنا أيضا مميزات جديدة. كان في السابق 8 كاميرات، اليوم نتحدث عن 12 كاميرا، وعلما أنه أنا إذا ما كنت مخطئ هي 24 كاميرا. لكن نقول أن احنا مشينا خطوة قدام أنه أخذنا زيادة أيضا تقنيات جديدة مثل الكروس هيد وغيرها. هذا المفترض أنه احنا تقلل لنا الأخطاء. لو لاحظت أخوي محمد في الجولة الأولى جدل كبير جدا 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 على غرفة الفار، وللأسف يعني كان في بعض الحالات موجودة عندنا في الجولة الثانية وسببها أيضا غرفة الفار. احتساب قرارات في مباراة، تخيل للأسف إنه طاقم تحكيم، وخلينا نستشهد بمباراة مباشرة، يعني طاقم تحكيم هولندي حكم مباراة الهلال وأبها في الجولة الأولى، ضربتين جزاء ما احتسبت، هي كانت واضحة. حالة إدواردو في السقوط والدفع في منطقة الجزاء تكررت في مباراة الفتح والشباب. ليش اخترت المباراة هذه الثانية تحديدا؟ لأن الطاقم اللي حكم مباراة الهلال وأبها هو نفس الطاقم الهولندي اللي حكم مباراة الفتح والشباب في اليوم التالي، حسبوا نفس الحالة نفس الدفع في نفس المكان، حسبوا ضربة جزاء بينما في الحالة السابقة ما حسبت. المفارقة العجيبة أنه حكم الفار في مباراة الهلال اللي ما استدعى الحكم ووجهه أنه هذه ضربة جزاء، انتقل هو في مباراة الفتح الشباب كحكم ساحة، وحكم الساحة انتقل لحكم فار. يعني مفارقات عجيبة. والله شوف أنا يعني أنا الشيء اللي يعني يخلي الواحد ما يعصب على قولهم على الأشياء اللي بيشوفها في الفار، أنه بيشوف في الدول حتى في الدول المتقدمة كروياً لاحظ الأخطاء موجودة، ولكن إحنا دائما نطمح إنه إحنا نتحسن، نطمح إنه نكون الأفضل، ولكن يعني هي تجربة وعلى قولهم ما عندنا مشكلة أخوي محمد إنه يكون عندنا أخطاء. الأخطاء جزء من اللعبة، وإحنا في النهاية بشر، وفي النهاية لابد يكون اللي عملنا خطأ. يعني اللي ما يسلم بمثل هذه الأمور أنا أعتقد إنه هذا شخص يتصيد. إحنا عندنا إشكالية فقط في حاجة واحدة أخوي محمد، احنا ما استدعينا هذه التقنية الا لتقليص الاخطاء وتقليل الاشكاليات، وما اظن حق فريق يعني طيب ايش المانع من حكم الفار انه يستدعي الحكم؟ طيب اسمح لي انا استدعي ان الفاصل، لانه عندنا فاصل طيب. الان خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل. يا رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم في المنصة مع بسام الحياني. بسام، في موضوع لا زال إلى الآن الحديث، لأن الآن يمكن كملنا شهرين أو يعني داخلين على شهرين نتكلم على موضوع مشاركة اللاعبين الذين المواليد الذين يحملون الجواز السفر السعودي في بطولة آسيا. طبعا يعني أنا اجتهد في قوانين الفيفا، المادة السابعة القوانين لوائح الفيفا التي تحكم تطبيق النظام الأساسي، أي لاعب يحصل على جنسية جديدة ولم يلعب كرة القدم الدولية وفقا لشروط المحددة في المادة 5
سيكون مؤهلا للعب للمنتخب الجديد إذا استوفى أحد الشروط: واحد، ولد في أراضي الدولة ذات الصلة. اثنين، ولد أو والدته أو والده البيولوجي على أرض هذه الدولة، يعني والد ووالده تولدوا على هذه الدولة. ولدت جدته أو جده على أراضي هذه الدولة. عاش بشكل مستمر لمدة 5 سنوات على الأقل بعد بلوغه سن 18 على أراضي الدولة. الآن يعني ليش اللغط الكبير اللي حاصل؟ يعني أندية تقول لك والله أنا ما حقدر أخلي اللاعب يشارك لأنه نظام الاتحاد الآسيوي. الفيفا تقول لك يقدر يشارك، رئيس الاتحاد السعودي يقول يقدر يشارك، أمس رئيس لجنة الاعتراف يقول. ليش هذا اللغط اللي حاصل على مدى الشهرين للدرجة أنه إلى الآن لا زال هناك لغط وفي ناس مقتنعة أنه اللاعبين ما يقدر يشارك؟ هو أنا أقول لك الموضوع بكل بساطة، الاتحاد الدولي الفيفا يحط قوانينه اللي في بعض القوانين لابد إنها تطبق في كل اتحاد قاري واتحاد محلي. صحيح، قوانين عامة مفروضة. قوانين عامة، أيوة، هذه القاعدة اللي ما يمكن إنك أنت تحرف فيها أو تلغيها. ولكن برضو الفيفا يترك لك بعض القوانين يترك فيها حرية هامش من الحركة. يقول الاتحادات القارية واتحادات المحلية يمكن تلتزم فيها، إذا حبيت تلتزم فيها التزم فيها، إذا ما حبيت أنت لك الحرية. يعني فيديك مجال، وهذه أنا أقولها يعني ترى هذه لو ترجعون لاتحاد الفيفا 90% من قراراته ولوائحه وقوانينه مطبقة في كل الاتحادات المحلية والقارية. يمكن 10% هذه تختلف. ليش؟ باختلاف الإمكانية تطبيقها. يعني مو كل اتحاد قادر على يعني تلبية كل القوانين أو تلبية كل اللوائح وتطبيق كل اللوائح، لأنه محكوم بظروف محيطة. ما تقدر أنك أنت تقول أنه والله الظروف هذه طبعا ظروف اجتماعية سياسية اقتصادية إلى آخره قد تمنع من تطبيق بعض القوانين. في التالي هذه 10% مسموح فيها التغيير. نجي الآن لحالة الاتحاد الآسيوي وتزمته في موضوع اللاعبين الحاصلين على جواز السفر السعودي. الاتحاد الآسيوي يعني الأمر هذا مو جديد عليه، الأمر هذا من فترات طويلة. يمكن دول خليجية سبقتنا في هذا الموضوع، في موضوع التجنيس تحديدا ومشاركتها مع منتخباتها، كان في رفض لهذا الموضوع. ومثل ما تفضلت ذكروا البنود هذه، حققوا البنود وبالتالي أصبح لهم حق أنهم يشاركون. إحنا نتحدث عن اتحاد آسيا، واتحاد آسيا يقول لك اللاعب المواطن يعتبر لاعب مواطن يحق له التمثيل إذا كان يحمل جواز السفر ويحمل الهوية الوطنية. وهذه النقطة اللي فيها تعارض، أو يعني أوكي ما أدري إذا كلمة تعارض هي الصحيحة، ولكنها غير مذكورة في لوائح الفيفا. الفيفا لا تطلب الهوية، تطلب الجواز. صحيح، تطلب الجواز. فإذا حصل هناك تداخل أو تعارض بين قانون الاتحاد أو الاتحاد القاري وما بين الفيفا، مش المنطق أنه تغلب السلطة العليا اللي هي الفيفا؟ ولو رحنا للكاس، مش المفروض أنه يحكم بتطبيق قانون الفيفا؟ هذا اللي المفترض يكون. ولكن إذا كان الاتحاد الدولي سمح للاتحاد القاري أنه يعمل بهذا القانون، فبالتالي أصبح عند الاتحاد القاري المرجعية القانونية في هذا الموضوع. الآن نرجع لحالة أنديتنا في الاتحادات المحلية. المفترض أن الاتحادات المحلية تمشي بالتدرج أخوي محمد. أنا الاتحاد الأعلى مني اللي هو الاتحاد القاري، إذا بالتالي أنا أتبع نفس اللوائح حقته، لأن كل مسابقاتي في النهاية أنا مشاركاتي حتكون مع المسابقات القارية. صحيح أني أنا بشارك في مشاركات عالمية، ولكن هذه المشاركات العالمية كم نسبتها مقارنة بالاتحادات القارية؟ وكم تكرارها؟ يعني أنا مرة كل 4 سنوات بشارك كأس عالم، هذا إذا تأهلت مثلا في مسابقة قارية، في مسابقة عالمية. لكن نتحدث عن اتحاد آسيوي، المفترض أني أنا أمشي بنفس الرولز حقة الاتحاد الآسيوي اللي مطبقها، لأنه أنا في النهاية بلتزم بنفس المعايير حق الاتحاد الآسيوي. الاتحاد الآسيوي فرض عليك أن يكون عندك جواز سفر والاي دي اللي هو الهويه الوطنيه. الان نجي لللوائحنا المحليه. لو تجي تشوف اللوائح المحليه اخوي محمد، تطلع على اللائحه التنظيميه للانديه، العمل الانديه، تجد من ضمن الاستمارات استماره تسجيل
اللاعب. استمر تسجيل اللاعب موجود فيها خانتين، خانة الجواز، رقم الجواز ورقم الهوية. وهذه الإشكالية وقعنا فيها الموسم الماضي في قضية علي النمر، إن كانت تتذكر معنا القضية. صحيح. علي النمر سجل كلاعب سعودي في نادي الوحدة وسجل رقم الجواز، وبقي الهوية لم يسجل في شيء، وبالتالي تم اعتباره في الـ TMS اللي هو النظام الانتقالات العالمي. أيوه. سجل كلاعب سعودي. طيب الآن الأندية عندنا هنا تحتج بأنه لابد من وجود الهوية الوطنية، بينما كان بإمكان الاتحاد المحلي أنه يحل هذه الإشكالية بكلمة بسيطة أو بحرف بسيط، يا رقم الجواز أو الهوية الوطنية. وأنا كنت أتمنى أنه بإمكاننا بكل بساطة نمدد الحلقة أكثر ونكمل حديثنا في هذا الموضوع، لكن للأسف وصلنا لنهاية الحلقة. أخوي بسام أشكرك جدا على تواجدك معنا، وإن شاء الله نستكمل حديثنا في الموضوع هذا في حلقات أخرى بإذن الله. يا أهلا، شرف لي أخوي محمد، الله يحفظك. شكرا لك. مستمعين الأعزاء، بكرة إن شاء الله يوم الأربعاء في نفس الزمان الساعة 10 مساء في نفس المكان، ألف ألف أف أم في المنصة، انتظروني. أنا محمد العمري وأقول لكم تصبحون على خير.